مساء الخير، ازيك يا ست الريس؟ اهلا يا حلوه، ازيك؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب وانت بخير وصحه وسلامه. ربنا يخليك ويخليك يا جميله. انا اسمي روان سيد احمد، انا عندي 10 سنين، انا بنت من ابناء قصر ثقافه الاسمرات، وليا الشرف ان موهبتي طالعه من قصر ثقافه الاسمرات، وانا موهبه الشعر. ما شاء الله. هلقي لحضرتك شعر بعنوان طوبك الأخضر للشاعر حشمة الصادق. طيب اتفضلي. طوبك الأخضر بيوحشني جوي لونه، وأنا في البعد عنك دايما بقول فينه، واسرح في لونك في نظرة عيونك، في اسمك في رسمك إلهي يصونك، إلهي يجعل مخدر نجيلك، وبكرة هجيلك واشرب من فناجيلك، وامسح دموع الغربة في منزلك، يا لابسة ثوبك من جريد النخيل، وبني بيتك على شط نهر النيل، يا مزوجة الشباك يا منورة الجناديل، يا نهر جاري من الكرم ما يعرفش معنى بخيل، يا صاحبة الجلة والصحن والحلة، يا ايد ماسكة الرحايا وايد تصرب الغلة، يا نايمة على سرير فيه 300 ملة، اصيلة بصحيح وتملي مشرفاني، امال ليه بقولك يا مصر وحشاني، يا مصر وحشاني. شكرا. جميل جميل والله، ما شاء الله عليك. هنكمل بقى على طول المدرسة وبنذاكر كويس؟ بنذاكر كويس؟ أيوه. يعني بنطلع الأول كده؟ أيوه. على الولاد وكله؟ على الولاد، مهم جدا. شكرا يا رواق.